ومن أحاديث الفتن ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: ما من فتنة بيني وبين الساعة إلا وأنا أعلمها. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، وذكر من الفتن ثلاثا لا يكدن يذرن شيئا، وذكر فتن كرياح الصيف، منهن كبار ومنهن صغار. ولم أسأله ما الذي أخرج أهل المدينة من المدينة.